السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. قصتنا اليوم أشبه بالأساطير الخيالية. عمركم سمعتوا عن مدينة مخفية؟ يعني مدينة موجودة لكن ما بنقدر نشوفها. هذه المدينة العجيبة زمان مات على أسوارها كتير من الناس، وفيها أسرار ما حدا قدر يكشفها، وعلى أطرافها في جن من أيام النبي سليمان عليه السلام. واللي بأكد وجود هذه المدينة إنهم حكوا عنها في كتب موثقة من أيام الخلافة الأموية، مدينة النحاس الأسطورية. خلينا نتعرف عليها، بس قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هاتوا الانترو. مدينة النحاس، هذه المدينة ذكرها ابن الفقيه الهمداني في كتابه كتاب البلدان. سلط الضوء على هذه المدينة وصفها بأنها مدينة ما حدا شاف زيها. وحسب الرواية الخليفة عبد الملك بن مروان لما عرف عن مدينة النحاس وأنه فيها كنوز ما شافها بشر، كتب رسالة لموسى بن نصير وهو قائد عسكري عربي في الدولة الأموية، وأمره أنه يروح لهذه المدينة ويعرف حقيقتها وحقيقة كنوزها. موسى ابن نصير جهز 1000 فارس وأخذ معاه أكل ومية بكفي ل4 شهور، وبعدين انطلق عشان يعرف حقيقة هذه المدينة. فحسب الرواية قالوا إنه مشي 43 يوم، والغريب إنهم قالوا في روايات تانية إنه مشي لمدة 2 عامين. فهل وصل موسى بن نصير لمدينة النحاس؟ نعم وصلها، بس ما قدر يدخلها رغم إنه عمل محاولات كتيرة. وحسب ما وصف موسى بن نصير في كتاب أرسله للخليفة قال إنهم شافوا المدينة بتلمع من بعيد قبل ما يصل المدينة 4 أيام، فانصدموا من منظرها وخافوا من ضخامتها كأنها من بنت في أيدي بشرية. بعد ما وصلوا لأسوار المدينة صلوا العشاء وباتوا هناك، ولما طلع الصبح عليهم ابن نصير بعد فارس يدور حوالين سور المدينة عشان يشوف إلها باب يدخل منه ولا لأ. فهذا الفارس غاب 2 يوم، وفي رواية تانية غاب 6 أيام، ورجع في اليوم 7. فكانت الصدمة إنه هذه المدينة ما إلها باب، فأمر ابن النصير إنهم يجمعوا كل أغراضهم ويحطوها فوق بعض عشان يقدروا يشوفوا إيش ورا الصور، لكن أغراضهم ما كانت بتكفي، فأمرهم يصنعوا سلالم إلها حبال. ومن هنا بدأت المفاجآت. ابن النصير وجه نداء للعساكر وقال لهم اللي بيقدر يجيب لي خبر هذه المدينة فإله 10,000 قطعة نقدية. فتقدم رجل وطلع على السلم وما راح تصدقوا شو اللي صار بعدها. ولما وصل هذا الرجل أعلى الصور صار يضحك، وبعدها وقع داخل الصور وما حدا عرف عنه إشي. ورجع كمان مرة قال اللي بيقدر يجيب لي خبر هذه المدينة إله جائزة نقدية. فتقدم كمان رجل وكان مصيره زي اللي قبله، وعمل محاولة كمان مرة وكانت نفس النتيجة، فرفض الرجال بعد هيك يطلعوا على السلم ورجع ابن نصير وجنوده. وفي روايات تانية عن رحلة ابن نصير منها ما ذكره أبو حامد الأندلسي في كتابه تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، بيقول بعد محاولات ابن نصير الفاشلة لدخول المدينة حاول يحفر تحت الصور، فكل ما كان يحفر كان يخبط بالأساس النحاسي حتى وصل للمياه الجوفية. وبعد ما فشلت محاولة حفر الخندق حاولوا يطلعوا على السلالم زي ما حكينا قبل هيك، وقالوا انه كل رجل بيطلع على السور كان يطلع وراه صوت صراخ مرعب يضلوا لمدة 3 أيام. وحسب الرواية ما طلع على السور الا 3 رجال، والرجل الرابع ربطوا حبل حوالين خصره عشان ما يقع في المدينة زي اللي قبله. للأسف لما وصل صار يضحك ووقع داخل المدينة، ولما صاروا يسحبوا بالحبل انقسم جسمه لنصين ورجعت تطلع أصوات صراخ مرعبة من داخل السور. وحسب روايات تانية بعد محاولات ابن نصير عشان يدخل المدينة توجه هو وجنوده لبحيرة قريبة سمعوا انها فيها كنوز كتيرة. ولما وصلوا للبحيرة شافوا رجل واقف على المية، ولما سألوا مين انت قال انه رجل منجم كان حابسه سيدنا سليمان بهذه البحيرة وبعدين اختفى. وبعد هيك غاص رجل من العساكر بالبحيرة فلقى قمائم من نحاس مختومة بالرصاص، ولما فتحها طلع منها جن على فرس في ايده رمح بعدين طار في الهواء وقال يا نبي الله لا اعود. وهذه العملية تكررت 3 مرات، وبعدين قال ابن نصير ارموا باقي القمائم في البحيرة لانه ما بده يطلق سراح قوم من الجن كان سيدنا سليمان حبسهم. وفي رواية تانية بتقول ابن نصير ولما وصل للبحيرة وقف عند تمثال لرجل مكتوب عليه ليس ورائي مذهب فارجعوا ولا تدخلوا هذه الأرض فتهلكوا. وهنا كانت الغرابة في القصة، والأرض هذه كانت جميلة وغزيرة بالمياه فمش معقول يهلك اللي بدخلها، ولكن زي ما بقول المثل مش كل اللي بلمع ذهب. دخل مجموعة من جنود بن نصير في هذه الأرض واللي صار لهم كان مرعب للغاية. بتقول الرواية إنه هجم عليهم من بين الأشجار نمل ضخم زي السباع، وللأسف قطعوا هدول الجنود هم وخيولهم. ولما شافوا الجنود اللي واقفين برا كانوا بدهم يهجموا عليهم لكن وقفوا عند الصور وما طلعوا منها، وبالتحديد عند تمثال الرجل اللي بيحمل لوح من النحاس. لكن السؤال مدينة النحاس وين موجودة؟ في الواقع ما حدا بيعرف موقع محدد لها، ممكن تكون في المغرب أو في مكان في أفريقيا
أو إسبانيا، واللي بأكد إنه هذه الافتراضات مستحيلة إنهم ما لقوا أي أثر يدلنا على مكانها. فكل اللي بنعرف عنها اللي انكتب عنها في الكتب القديمة، وقالوا إنها انبنت بالقرب من المحيط الأطلسي. وهذا الكلام بيخدنا لسؤال تاني، مين اللي بنى هذه المدينة؟ في روايتين. الرواية الأولى إنه الملك ذو القرنين هو اللي بنى مدينة النحاس في الأندلس وحط فيها كنوز وصحرها عشان ما حدا يدخل فيها ويأخذ كنوزه. أما الرواية الثانية بتقول إنه الجن هم اللي بنوا المدينة بطلب من النبي سليمان عليه السلام. بغض النظر عن مكان هذه المدينة ومين اللي بناها، أغلب الروايات اللي حكت عن مدينة النحاس بتقول إنه بن نصير ما دخل هذه المدينة، مع اختلاف بسيط في تفاصيلها. لكن في رواية بتقول إنه ابن نصير دخل المدينة، ولما وصل هو وجنوده عند السور لقوا 25 باب بس ما قدروا يفتحوهم. حاولوا يطلعوا على السور وكانوا مصيرهم زي ما حكينا قبل هيك، فمنهم كان يضحك واللي كان يزقف وبعدين يقعوا ويختفيوا، وبعد هيك بتطلع أصوات مرعبة. وبعد عدة محاولات في رجل واحد نجح يطلع على السور وقعد عليه وضل ساكت لمدة ساعة، وبعد هيك حكى لابن نصير وبشروا انه راح يفتح واحد من الابواب. فشو اللي شافه هذا الرجل خلاه ساكت لمدة ساعة؟ قالوا انه شاف 10 بنات فاتنات وكانت كل واحدة بتغريه عشان ينزل للمدينة، بالرغم انه كان حاسس حاله مسلوب الارادة ومش داري عن حاله، قاوم هدول النساء وصار يحكي اسماء الله الحسنى، وهذا ادى لاختفائهم تماما. والرجل ضل ماشي على حافة هذا الصور لحد ما وصل لبرج المراقبة، لقى فيه تمثال من نحاس لفارس مكتوب عليه ان اردت فتح باب مدينة النحاس فافرك يدي. طبعا فرك يدي وفتح احد الابواب، ودخل ابن نصير المدينة وانقسم جيشه لنصين، قسم دخل معاه وقسم ضلوا برا. وكانت المفاجأة الأولى، لقوا في شوارع المدينة جثث مبين عليهم نايمين مش ميتين، فصاروا يمشوا في المدينة ولقوا قصر ضخم ومرقوا في القصر وما صدقوا اللي شافوا في القصر. كان القصر مليان بالمجوهرات والكنوز، وصاروا يتجولوا في القصر والجنود بياخذوا اللي بدهم إياه من الكنوز، لحد ما وصلوا لغرفة كبيرة وجدوا فيها سيدة جميلة جدا نايمة على السرير ولابسة ملابس من حرير، وجنبها تمثالين بيحملوا سيف من النحاس، وظنوا انها حية عشان عينها مفتوحات، لكن في الواقع عينها كانوا مقلوعات. ورجعوا لوجهها مرة تانية، وفوق السرير في لوحة كان مكتوب عليها خذ ما شئت من المجوهرات لكن لا تأخذ التي ارتديها، وكان على رأسها تاج جميل جدا. فحاول واحد من الجنود ياخذ هذا التاج ومش مهتم بالمكتوب في اللوحة، فتحرك التمثالين وضربوه على رقبته ورجعوا تاني. وبعدين طلع بن نصير من القصر هو وجنوده وراحوا على جبل واكتشفوا انهم مش لحالهم هناك، وهذا الجبل في مدينة نفسها لقوا ناس عايشين فيه، وهدول الناس بين انهم من ابناء سان بن نوح. وحسب الرواية نزل الملك وحكى معهم وسألهم انتوا ليش جايين هنا؟ فتفاجأ ابن نصير لما شافهم بيعبدوا الله، وخاصة انه هذه المنطقة ما اجى عليها نبي، فقال له الملك انه في جنب الجبل بحيرة بيطلع منها نور عظيم كان بعلمهم العبادة، وهيك اهتدوا للإيمان. وبعد ما انتهوا من الحديث مع بعض، ابن نصير طلب من الملك انه حابب ياخذ بعض من القمائم النحاسية عشان يعطيها للخليفة عبد الملك بن مروان، وامر الملك رجاله يغوصوا بالبحيرة ويستخرجوا القمائم النحاسية. بيقولوا انه كان النبي سليمان حبس الجن فيها. وبهيك بنيجي لنهاية قصتنا اليوم، شو رأيكم ابن نصير دخل المدينة ولا لا؟ وهذه الروايات صحيحة ولا لا؟ وهل هذه المدينة موجودة لكن ما بنقدر نشوفها؟ الله أعلم. لا تنسوا تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، دعمكم بهمني يا أحلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.